السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ من يذكر لي؟ نعم يا أخي، نعم، شروط الصلاة، الإسلام وضد الإسلام الكفر. فلو صلى الكافر فصلاته باطلة، لو صلى من أشرك بالله نسأل الله السلامة والعافية الشرك أكبر فصلاته باطلة، العقل، فلو صلى المجنون فصلاته باطلة، لو صلى السكران، نعم لو صلى السكران يا أخي صلاته صحيحا باطلة. ما هذا؟ ما شاء الله، رجل واقف يا أخوان، دعوه يتكلم. نعم يا أخي، لو صلى السكران، سكران حضارة، لو صلى السكران باطل من باب أولى. المجنون أحسن من السكران، لأنه جن بغير اختياري، وهذا باختياري حضارة. نعم، إسلام وعقل والتمييز، التفريق بين الأشياء. فلو صلى الصغير، فلو صلى الصغير صلاته صحيحة أم باطلة؟ يا أخوة الله يرضى عنكم، لا أحد يتكلم يا أخوانا. هذا ما شاء الله رجل، من يريد يجلس يقوم مكانه؟ من؟ ما يصح هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لو صلى الصغير، إذا كان مميز فصلاته صحيحة. هل التمييز هو البلوغ؟ لا، التمييز هو التفريق بين الأشياء. هل للتمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب ابن 7 سنين يكون مميز. النية، وهي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم الخميس الموافق للخامس 25 من شهر ديسمبر 2013 في مسجد طارق بن زياد في ليمغو في دولة فرنسا، وبجانبي عن اليمين من؟ سعيد، وبجانبي عن اليسار الشيخ زهير، مصليا صلاة المغرب في توقيت المحلي 5:05 3 ركعات، أقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة كذا. يصح؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. في كل العبادات على ما سيأتي معنا، لا يوجد تلفظ بنية في أي عبادة، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في غير. يأتي بإذن الله إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب. ولهذا ذكرنا أنه لا يصح أن يصلي في مكان نجس، في الحمام، في أماكن النجاسات، الزبل، أماكن إلقاء المهملات وكذا. نعم، رفع الحدث، فلو صلوا عليه حدث أصغر أو صلوا عليه حدث أكبر فصلاته باطلة. ستر العورة أو أخذ الزينة، وقلنا أخذ الزينة في الصلاة على 3 أقسام: مغلظة، عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. مرأة خرج بهذا الرجل حرة
خرج بهذا الأمل مملوكة بالغة خرج بهذا الصغيرة، وقلنا لابد أن تتنبه. نحن نتكلم الآن عن صحة الصلاة، لا نتكلم الآن هنا عن الحجاب أو خروج المرأة أو النظر الأجنبية، هذا يأتي بإذن الله في موضعه. ولهذا عندما يعني سبحان الله بعض الناس إخواننا يعني يتجرأ في السؤال وكذا، إخواننا الصحابة رضوان الله عليهم حتى في السؤال كانوا يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه ما دخل في المدارس ولم يدرس كذا وكذا، لكن أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول بين التكبير والقراءة، فقال قدم مقدمة، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفديك بأغلى ما أملك، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب؟ المسيء في صلاته، مسيء في صلاته، عندما أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وقل لعبادي يقول التي هي حسن، لا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يا أخي أحسن ما عندك تخاطب به غيرك، حسن الخلق، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ولا ينام بحسن الخلق. يأتيك سؤال كذا وكذا، يا أخي جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، نفع بعلمكم، صحيح يا شيخ. لو تم يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يلقاني رجل وأنا ماشي إلى المسجد يقول عندي سؤال يا شيخ، يقول انتظر حتى نصل إلى المسجد الشمس والحرارة، فيقول لي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أقول يا أخي ما أستطيع أفتيك الآن الشمس والحرارة، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام النار. لو جاء إلى الشيخ وقال يا شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم عندي سؤال، يتركه؟ لا يتركه. أو جاء وقال والله أشكل علي هذه المسألة، قلتم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم لا يجوز الصلاة على القبور إلى القبور في القبور، ما تقولون فيما يقول بعض الناس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ نقول ارجع إلى ما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المسجد بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا دفن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في المسجد أو في حجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة، وقطعا كانت الحجرة خارج المسجد. ثالثا أن هذا أي إدخال الحجرات إلى المسجد لم يكن بقرار من الصحابة، بل أنكر من بقي من الصحابة وأنكر من كان من التابعين. ثم حتى بعد إدخال، هذا كلام العلماء، حتى بعد إدخال الحجرات إلى المسجد لا ترى القبر وفي زاوية منحرفة عن القبلة، ولا يمكن أن نمتنع عن الصلاة في المسجد النبوي لأنه يشد إليه الرحل وفيه فضل، والحمد لله رب العالمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقالت للمفتي اسمع للسؤال الآن، أكون في لباس البحر وأدخل الخيمة لا يراني أحد وأصلي ماذا علي؟
قال: أرى والله أعلم أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء كاسيات العاريات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. نعم. الثاني: عورة مخففة، الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر الفرجاء، وما عدا الذكر ابن 7 سنين 10 سنين والمرأة الحرة البالغة تكون العورة هنا متوسطة من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. ذكرنا لكم أمور يصنعها الإنسان قبل الإتيان إلى المسجد: يلبس أحسن الثياب. والإشكال اليوم أكثر ما يكون في الصلاة في البنطال، لا نتكلم عن حكم لبس البنطال الآن، لكن نتكلم عن بطلان الصلاة إذا سجد أو ركع انكشفت العورة في الصلاة في البنطال. نعم، فيلبس أحسن الثياب ولا يعرض هذه الصلاة للبطلان. دخول الوقت، يحرم عليه أن يصلي الصلاة ويتعمد إخراج الصلاة عن وقتها أو يقدم الصلاة إلا لعذر، وسيأتي بإذن الله. وقلنا يستحب أن يصلي الصلاة في أول الوقت إلا صلاة العشاء إذا لم يشق على الجماعة، وصلاة الظهر عند شدة الحر، استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، إلا أن النافلة في السفر تصلى حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الآخرة أو كان يمشي. نعم، انتهى الحمد لله. أماكن لا يجوز الصلاة فيها، نعم، الحمام وكل مكان نجس، المقابر لا صح أن تصلي في المقبرة إلا ما ورد من الصلاة على الميت إذا كان داخل الأرض تحت الأرض، أما إذا كان فوق الأرض تصلي خارج المقابر. ومع أعطنا الإبل فتح الله عليك، وغير ماذا أخذنا؟ لا شيء. نعم، قسمنا الصلاة إلى فريضة ونافلة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، والنافلة تسد الخلل الناقص في الفريضة وحتى يزداد الإيمان. طيب، فالفرائض الصلاة المفروضة وصلاة الجمعة والكسوف على ما يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك إذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي، نعم، تحية المسجد على ما سيأتي. نعم، فتح الله عليه. نعم، الوتر، أقل الوتر. ما معك شيء؟ انتبه معي. نعم، أقل الكمال 3 ركعات، وأقل القليل ركعة واحدة، وأكثر الوتر 11. وأخذنا الصفات الواردة في صلاة الوتر: 3 ركعات بتشهد واحد في الركعة الثالثة، أو 3 ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم، أو يصلي 5 ركعات بتشهد واحد ولا يسلم ويسلم بعد التشهد في الخامسة، أو 7 ركعات بتشهد واحد يسلم بعد التشهد في السابعة، أو 9 ركعات بتشهدين يجلس في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يسلم، ويصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم بعد هذا يوتر بركعة وتكون 11 ركعة.
حكم صلاة الوتر سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء، لا تقبل له شهادة. نعم، فتح الله عليك. وغير هذا من السنن الرواتب، أخذنا السنن الرواتب، وما معنى السنة الراتبة؟ نعم، السنة الراتبة التي ترتبت مع الفرائض، ركعتا الفجر، قبل الفجر، ركعتي الفجر يصليها قبل الفجر، لم يدرك أن يصلي هذه الركعتين قبل الفجر يقضيها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس، وإن طلعت الشمس ينتظر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي الركعتين. الوتر إذا نام عن الوتر، نام بلا تفريط، هل يقضى؟ نعم يقضى. كيف؟ من عادة هذا أن يصلي ثلاث ركعات أقل الكمال، فيقضي بعد طلوع الشمس كم ركعة؟ أربع ركعات، يزيد ركعة. نعم، من عادة أن يصلي خمس ركعات يزيد ركعة يصلي ست ركعات. نعم، وأربع ركعات قبل الظهر، أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. تميزت ركعتا الفجر بأمور خمسة. الأول بالقراءة، تفتتح أول النهار أول اليوم بالتوحيد. نعم، وتختم اليوم بالتوحيد وتوتر بالتوحيد. نعم، قراءة خاصة، قل يا الكافرون في الأولى بعد الفاتحة والثانية بعد الفاتحة الإخلاص، قراءة خاصة فضيلة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، تخفف دون إخلال. يسن أن يضجع بعد الركعتين في بيته على الشق الأيمن، هذا نظارات. إيه، أنا ما أرى عينيك يا شيخ، اكشف هذا حتى أراها أنك مستيقظ. أي هكذا جيد. نعم، اجلس. نعم، خمس أمور تميزت بها ركعتا الفجر عن غيرها، عن غيرها. غير هذا، ذكرنا شيء غير هذا؟ بقي شيء يا اخواننا؟ نعم، لا غير هذا. صلاة الجماعة، أقل ما يقال في صلاة الجماعة على الذكور البالغين أنها واجبة، إن لم نقل بأنها شرط في صحة الصلاة. يعني لو صلى في بيته العاقل البالغ الذكر بغير عذر فصلاته باطلة على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واركعوا مع الراكعين، قلنا أي جماعة؟ الجماعة الأولى. نعم، طيب اجلس، فتح الله عليك. غير هذا. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، ولا بد أن يقضي الصلوات الفائتة مرتبة ويسقط الترتيب. لا بد من قضاء الصلوات الفائتة طبعا إذا فاتت بعذر، ويذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا ترك الصلاة بغير عذر هذا إشكال كبير، فيسقط الترتيب: جهل ونسيان وجمعة حتى يدرك صلاة الجمعة،
أو خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة، بهذا يسقط الترتيب، وإلا فالترتيب واجب. مفهوم؟ نعم. اجلس فتح الله عليك. آداب الإتيان إلى المسجد في سكينة ووقار، يقدم الرجل اليمنى، الدعاء الوارد، لا يبيع ولا يشتري في المسجد ولا أنشاط ضالة، مجرد ما يدخل يصلي، وإذا وجد الإمام على هيئة يدخل في هذه الهيئة ثم يقضي ما فات، يصلي الصلاة ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سجود السهو. سجود السهو، سجود السهو أي يسجد جزاك الله خيرا. سجود السهو أي السجود الذي كان من أجل السهو في صلاته، سهى. فأسباب سجود السهو ثلاثة. أسباب سجود السهو كم؟ ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك. إذا زاد في صلاته سهوا فالصلاة صحيحة، لكن متى ما انتبه لابد أن يقطع هذه الزيادة، وإلا فالصلاة باطلة. إذا زاد في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة، لكن يجب عليه متى تنبه أنه زاد أن يوقف هذه الزيادة، وإلا بطلت الصلاة. مثال: في صلاة الظهر قام إلى الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تنبه الآن هنا أنه في الخامسة، ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة يجلس. لو قال الرحمن الرحيم هنا زاد يعني وبدأ يقرأ بطلت الصلاة، لأنه في الأول كان ساهي وهنا متعمد الزيادة، يرجع مباشرة إلى التشهد. إن كان قد قرأ التشهد الحمد لله يسلم، وإن لم يقرأ يتشهد ثم يسلم. طيب، هذه الزيادة. الثاني زيادة ونقص. الثاني النقص، ترك شيء في الصلاة سهوا. ننظر ماذا ترك. ترك ركن من أركان الصلاة، ترك ركن من أركان الصلاة، إذن الصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن. كل شيء، كل شيء وقع منه بعد ترك الركن فقد وقع في غير موضعه، إذن لاغي. مثاله: هذا الأخ يصلي صلاة الظهر، في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى. إذن هذا معناه أن الركعة الثانية والركعة الثالثة هذه لاغية، يرجع إلى الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة، يتم الأولى ثم الثانية وتشهد ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهو. كل شيء بعد ترك الركن لاغي، يرجع إلى الركن ويأتي به وبما بعده. هذا في ترك الركن. الثاني ترك الواجب. التشهد الأول مثلا قام
ولم يتشهد التشهد الأول، وتذكر بعد أن قام، ماذا يصنع؟ ننظر، متعمد الصلاة باطلة، ناسي فالصلاة صحيحة، ترك واجبا من واجبات الصلاة فصلاته صحيحة ولا يرجع يجلس، يكمل الصلاة ويسجد للسهو. هذا ترك لماذا؟ للواجبات. أما ترك السنة لا يبطل الصلاة، لكن ينقص من أجر الصلاة. إذن زيادة ونقص. الثالث شك. لدينا قاعدة، أو في الأول نذكر أقسام الشك. الشك ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. إذن أقسام الشك كم؟ على قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو كان الشك 99.9%. مثاله هذا الأخ الآن صلى ركعتين سنة المغرب، والآن قال أشك في الركعة الثانية، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ انتهت الصلاة؟ انتهت الصلاة، وهذا الشك، قال شك قوي، نقول لا تلتفت إليه. لو رجع وصلى فهو آثم، كبر تكبيرة الإحرام ثم شك في وضوئه، لو خرج لهذا الشك فهو آثم. توضأ ودخل المسجد ثم أخذ يمسك في رأسه، يقول والله ما أدري هل مسحت على رأسي أم لا، انتهى الوضوء، لو رجع وتوضأ مرة أخرى فهو آثم. هذا فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لا تلتفت إلى الشك إطلاقا، لأنه لو تفتح هذا الباب لا يغلق عليك، نسأل الله السلامة والعافية. قال يا إمام، جاء لابن عقيل، ابن عقيل إمام، وقال يا إمام إن انغمسوا في اليم، يدخل داخل البحر أو داخل النهر أو داخل إناء، يدخل انغمس في اليم ثم أخرج وأظن أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك. قال ولما؟ لماذا لا صلاة عليك؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم، مجنون. اسمع إلى فقه الإمام هذا، خيروا بين ترك الوساوس أو ترك الصلاة، تختار ترك الصلاة ما يمكن، تختار ترك الوساوس. هذا الذي وسوس يوسوس أيقظ زوجته في آخر الليل، قال لها قومي، قالت ماذا؟ قال والله أنا أشك، وشك قوي جدا في أنني تلفظت بطلاقك. تقول لا 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 ما بقي إلا هذا. قال اسمعي، أريد أن أدفع الشك باليقين، أنت طالق والحمد لله. أدعو الله أقول الحمد لله الذي عافاني. إذن جاءت الشريعة لقطع الوساوس الشكوك، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. طاف حول البيت 7 أشواط ثم خرج إلى الصفا، عندما دنا من الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شك هل طاف 7 أشواط أو 6 أو 5، يرجع آثم 7 أشواط، إلا إذا تيقن 100% يرجع، وإلا فلا. إذن الشك ينقسم إلى قسمين،
داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا نلتفت إليه إطلاقا في كل العبادات. في داخل العبادة ينقسم الشك أيضا إلى قسمين، أعانكم الله على التقسيم. في داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك كثير الشكوك. هذا يقول لي دائما عندما أصلي ركعتين أشك في الركعة الثانية، هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ دائما أسجد للسهو، دائما قاعدة مضطردة عندي. نقول أنت كثير الشكوك، ما تسجد للسهو، تعتبر دائما كم سجدة؟ سجدتين. قال أخاف صلاتي باطلة. نقول له لو فعلت شيء فأنت آثم، اترك الوساوس كلها والحمد لله رب العالمين. قليل الشكوك هذا القسم الثاني، ماذا يصنع؟ يبني على ما ترجح لديه. شك في صلاة الظهر، هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ يغلب على الظن، قال أنها 4، إذن يجعلها 4 ويسجد للسهو. يغلب على الظن على أنها 3، يجعلها 3 ويسجد للسهو. الحسن ذهبت ولا بقي قليل؟ الحمد لله، إذن خليك واقف. استوى الأمران، قال لم يترجح لدي شيء، إذن هنا يبني على الأقل، مفهوم؟ قال والله استوى الماء والخشبة، لا أدري أيهما أرجح، 3 أو 4 ركعات، يجعلها 3 ركعات. هذا سجود السهو. إذن أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. الزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، لكن متى تيقن أنه قد زاد يرجع ويقطع الزيادة. النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. الشك ينقسم إلى قسمين، خارج العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، أي بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، وداخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. كثير الشكوك لا التفت إليه، مفهوم؟ اجلس. سجود السهو، أقسام السجود 3: سجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود الشكر. سجود التلاوة مر بآية فيها سجدة، يسجد، يكبر، لا، يسلم بعد السجدة، لا. إذا سجد الإمام نسجد ولا بد. الآن نستمع مثلا إلى الشيخ وهو يقرأ هنا في هذا المجلس في خارج الصلاة، وقرأ آية فيها سجدة وسجد، نسجد، مفهوم؟ طيب ماذا يقول في سجود التلاوة، في سجود الشكر، في سجود السهو؟ وجوبا لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. طيب هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. سجود الشكر يسجد لله شكرا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، تجددت. نعم النعم لا تعد ولا تحصى، لكن إذا تجددت له نعمة، يعني استيقظ وقام وصلى الفجر يسجد للسهو، لا، هذه نعم تتكرر دائما. لكن الصديق رضي الله عنه عندما جاءه الخبر بقتل مسيلمة سجد لله شكرا. نعم إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم.
طيب، من يذكر لي الحركات في الصلاة؟ أخذنا في الدروس المهمة أن الحركات في الصلاة خمسة تندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة: حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. حركة محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة. الحركة المحرمة الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة كثيرة جدا متتابعة لغير حاجة، وهو يصلي يخرج الجوال من جيبه ثم ينظر ويقرأ الرسائل، تنظر إليه كأنه غير مصلي أصلا، حتى البعض هدانا الله إياه يعني يدق الجوال يخرج الجوال: الله أكبر. الله أخواننا إلى هذه الدرجة، يعني مهم جدا الاتصال لديه. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الالتفات الكثير عن القبلة، يعني اتجه للقبلة الآن، هذه قبلة المسجد، فماذا يصنع؟ اتجه لذاك الاتجاه هناك، هكذا التفات الكثير عن القبلة، التفات يسير مكروه، التفات كثير محرم، رافع البصر إلى السماء محرم، حركة محرمة. هذه الحركات المحرمة، الأكل يضع سندويش في يده اليمنى والعصير في يده اليسرى ويأكل ويشرب، يضحك، حركة كثيرة متوالية عرفة لغير حاجة، التفات الكثير عن القبلة، هذه كلها حركات محرمة. نعم، الكلام العمد مع العلم والذكر، يتكلم في الصلاة متعمد ذاكر لا ناسي، عالما بأن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، مثل هذا الآن: يا أخي أنا في الصلاة، اتصل بعد خمس دقائق، هذا صلاته باطل. صحيح أم لا؟ هي باطل، كلام وعمد وعلم وذكر، خرج بهذا ما لو تكلم ناسيا أو جاهل تحريم الكلام في الصلاة كما تكلم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه، صحيح؟ أو تكلم لمصلحة الصلاة، أخطأ الشيخ فيقول له سبحان الله، يريد أن يسجد وهو يعني الإمام يعني لا يعرف ماذا يصنع فيقول له أسجد، يصح لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، يصح كما تكلم ذو اليدين رضي الله عنه. نعم، حركة مكروهة، تبسم في الصلاة ما شاء الله، الحركة حركة قليلة لغير حاجة، ليست بكثيرة، يعني تنظر إليه ترى مصلي لكن يتحرك قليل بغير حاجة. حركة مباحة، سقطت النظارة، نظارة الأخ وهو يصلي وخاف عليها أن تكسر أو تسرق، فماذا يصنع؟ أخذ هذه النظارة في أدنى حركة وضعها في جيبه. حركة مستحبة، الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، سد الفرج مثلا،
والحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. هذا الأخ وهو يصلي تذكر أن على طاقيته نجاسة، ماذا يصنع؟ هنا حركة واجبة، ماذا يصنع؟ ينزع هذه الطاقية ويكمل الصلاة. مفهوم؟ حركة محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجب، هذه الحركات في الصلاة. نعم، الالتفات في الصلاة، التفات يسير مكروه، التفات كثير محرم. نعم، تشبيك الأصابع، فرقعتها، نعم، يضع اليد على الخاصرة أو هكذا. نعم، طيب، يجلس ويفرش ذراعيه على الأرض وهو ساجد، أو يضع اليتين على الأرض في الجلوس وينصب الرجلين كما يجلس الكلب، أو أن يستقبل شيء يلهي عن صلاته، يستقبل التلفاز كأس العالم ويستقبل التلفاز مثلا، أي نعم، أو يستقبل نار، يصح؟ ما يصح. يصلي في مكان يكون يعني فيه أناس يمشون مثلا أو سيارات، يلهيه هذا، يتحرى مكان يصلي فيه ويكون هذا المكان يعني يحصل له بالصلاة في هذا المكان خشوع. طيب، أو يدافع الأخبثين. ما معنى المدافعة؟ المدافعة يعني هناك شيء يريد أن ينزل وهو يمنع هذا من النزول. فالمدافعة هنا عندنا، في عندنا مدافعة خفيفة جدا فهذه ما تؤثر، قوية جدا الصلاة باطلة لأنه لا يدري عن صلاته أصلا. مفهوم؟ والوسط تكون الصلاة مكروهة. أو في حضرة طعام يشتهيه ومأذون له في تناوله، طعام أو شراب ما في إشكال، يشتهيه ومأذون له في تناوله، هذا الأخ ليس لديه مال، الحمد لله، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يدعو بماذا؟ بالفقر. يقول لا، ما يصح الدعاء أن تدعو اللهم احني مسكينا وامتني مسكينا. يقول هذا الحديث لا يصح، وإن صح يكون معنى الحديث متواضع. بماذا يدعو؟ بالغنى الفاحش؟ لا، كفاف. مفهوم؟ وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. فقير ليس لديه مال والحمد لله، وبجانبه مطعم وفيه ما لذ وطاب، يا أخي قم صلي، قال والله طعام وأشتهي، هل يقدر على تناوله؟ لا، طعام لا يشتهي، ما شاء الله عنده في البيت ما لذ وطاب، لكن أكل والحمد لله. أو الزوجة تصنع في الطعام في نهار رمضان وأراد أن يصلي العصر، يا أخي صلي، قال طعام وأشتهيه، مأذون له فيه، ماذا يصنع؟ يصلي.
يتعمد، بعض الناس هدانا الله إياه يتعمد يقول للزوجة اسمعي، يؤذن السابعة إلا ربع، السابعة إلا 20 دقيقة ضع الطعام والحمد لله. مفهوم؟ أو قال ضعي لنا في الطعام ثوم وبصل. لماذا؟ قال حتى نأكل وسقط عني وجوب الجماعة. ما يصح هذا، تعمد هذا، هذا يعامل بنقيض قصدي. طيب صلاة الكسوف، صلاة الكسوف قلنا يرى بعض العلماء وجوب صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها خائفا عليه الصلاة والسلام، يجر رداءه، وصلى صلاة غريبة طويلة، وقال رأيت كذا وكذا، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، تخويف. صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بركوعين في كل ركعة، يعني يقوم يجهر بالقراءة، يكبر، يستفتح، يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة في الأولى، ثم يكبر ويركع، ويجعل الركوع قريبا من القيام، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع مرة ثانية، ثم يرفع، ثم يسجد ويتم هذه الركعة، ويأتي بالثانية مثل الأولى، ركعتين بركوعين في كل ركعة، ثم يخطب الناس كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نصنع عند الكسوف؟ الصلاة والاستغفار والصدقة، صلاة واستغفار وصدقة. طيب في أي وقت تصلى، حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء تصلى هذه الصلاة عند الحاجة إلى الماء. السنة في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين أن تصلى في المصلى. ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي وخرج وصلى في المصلى، هذا إن تيسر، وإلا تصلى في المساجد. صلاة الاستسقاء يصلي ركعتين، يجهر في القراءة، نعم، يخرج، قلنا يخرج إلى المصلى، لكن يخرج في هيئة المنكسر المتواضع، لأنه يطلب من الله السقيا. يفعل قبل الخروج الأسباب الموجبة لرحمة الله، يخرج من المظالم، يتصدق، يستغفر، نعم، يصنع هذه الأمور. بعد هذا ذكر المؤلف أوقات ينهى عن الصلاة فيها، إلا قضاء الفوائد،
من الفرائض نام عن الصلاة وقام في وقت النهي، ماذا يصنع؟ يصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. كذلك الصلاة التي لها سبب كما ذكرنا الآن في الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف مثلا. أوقات النهي كم؟ من يعرف؟ الله يفتح عليك، أجلس. خمسة أوقات النهي، خمسة على التفصيل وهذا أحسن. أوقات النهي عن الصلاة خمسة. لو قال لك قائل ما الحكمة، ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، ماذا تقول؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون، واحد. الثاني، الآن سيأتي معنا أن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس هذا الوقت وافق الوقت الذي يعبد فيه أهل الشرك، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. لماذا؟ حتى لا نشابههم فقط في الوقت، فما بالك مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم. هذا الثاني. أما في وقت الظهر يعني وقت قبل الزوال، هذا الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الحكم عن النهي في هذه الأوقات أن النفس تنشط، تمنع عن الصلاة فتشتاق للصلاة تصلي، تمنع تشتاق للصلاة تصلي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مفهوم؟ نعم. كم بقي؟ ثلث ساعة على الأذان. نعم. مشكلة الجوالات اللي يؤذن، والله أخواننا يعني القرآن وكذلك السنة والأذكار ما يمكن أن تجعلها جرس للهاتف المحمول جوال، أقل شيء أحيانا تدخل لدورة المياه ويؤذن، ماذا تصنع؟ صحيح؟ إشكال والله، وهذا يصلي وكذا، يعني تنبه لهذه المسألة، مفهوم؟ لكن يا أخواننا النصح يعني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، نعم تنصح تحاول وكذا والحمد لله. طيب أوقات النهي إذن خمسة. الوقت الأول يبدأ بتسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور قرص الشمس، أول ما يبدأ يظهر قرص الشمس هذا الوقت الأول، هنا ما يصلي إلا ما ذكرنا من ركعتي الفجر إذا لم يصلي قبل الفجر. طيب هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من ظهور القرص إلى أن يرتفع، هذا تقريبا الوقت تقريبا ربع ساعة، مفهوم؟ هنا ما يصلي شيء إلا على ما ذكرنا، استيقظ في هذا الوقت ولم يصلي الفجر وصلي الفجر، ذوات الأسباب تصلى في هذا، دخل المسجد مثلا. الوقت الثالث قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة لعشرين دقيقة، يعني الوقت الذي تكون فيه السماء، تكون فيه الشمس في كبد السماء على رؤوس الخلائق ولا يرى ظل الأشياء، هذا في بعض المناطق، في بعض المناطق هناك ظل الشمس، وهذا إن شاء الله تعالى يعني نأخذه في مواقيت الصلاة، يعني قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة، هذا الوقت الثالث.
الوقت الرابع يبدأ بتسليم الإمام من صلاة العصر إلى قرب الشمس من الغروب، هذا الوقت الرابع، قرب الشمس من الغروب حتى تغرب، هذا هو الوقت الخامس. أوقات خمسة نهينا عن الصلاة فيها. الإمامة، الإمامة كل شيء مرتب في هذا الدين ولله الحمد، من يتقدم ومن يتأخر. الإشكال يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بعض الناس إذا اجتمعوا مثلا في مكان ماذا يصنعوا؟ تفضل تفضل تفضل، سبحان الله، وفي آخر الأمر يتقدم ويصلي من لا يحسن الصلاة، صحيح. وفي الغالب ترى بعض الشباب هدانا الله إياه ما يدخل إلى المسجد قبل الإقامة أو في آخر المسجد أو في الطرف أو يتخفى حتى لا يرى أحد، لماذا؟ حتى لا يتقدم ويصلي بالناس، مع أن هذا هو أفضل من في المسجد. ماذا تصنع؟ يذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا اجتمعوا ناس وتعرف أنك أحفظ القوم وأقرأ القوم، ماذا تصنع؟ ها شيخ مصطفى، ماذا تصنع؟ تتقدم وتصلي، ما تكلم أحد. قد يقول قائل هذا ما هو؟ حب إمامة وحب شهرة وترفع، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، قال فلان يدرس، نعم يريد كذا وكذا. الصديق رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يتقدم أحيانا في الصلاة، عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس، عرف أن هذا الموضع لابد من القيام ولابد أن يتقدم، التمس رضا الله وإن سخط الناس. النتيجة رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فتنة، عمر يتكلم رضي الله عنه كذا وكذا، عرف الصديق أن هذا موضع لابد أن يتقدم، صحيح؟ فأنت تعلم من نفسك أنك أحفظ الناس وأعلمهم وكذا، تتخفى. اسمح لي في هذا المثل، يعني أخواننا أكرمكم الله، هذا الحمار، حمار حمار يصيح، صح؟ يعني يريد أن يبين لك أنه حمار، نعم هو حمار ويقول أنه حمار، ما الإشكال ذا؟ أنت وأنت متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تتخفى، ويأتي مجلس ويتكلم أهل الباطل وأنت تسكت، تتراجع ولا تتقدم ولا تصلي بالناس، وبعد هذا تقول والله المسجد كذا، راح المسجد الأول، ذهب المسجد أو الثاني، ما يمكن. لك دور في هذه الحياة، قم بدورك يا أخي، صحيح؟ ولا إشكال في هذا. ودع الناس يقولوا التمس رضا الله وانسخط الناس. إذا اجتمع أناس في مكان وتعرف أنك أحق الناس بالإمامة، ما تكلم حتى تقدم، استو، الله أكبر، نعم، يا أم القوم، أمور مرتبة، أقرأهم لكتاب الله. القراءة لكتاب الله على ما كان عليه السلف، قراءة وتدبر وعمل. لو اجتمع عندنا قارئ، أي على ما يذكر بعض الناس أنه يحفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ الآيات والتدبر والعمل، هذا حفظ القرآن، نعم. خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن، تعلم القرآن، ما معناه؟ قراءة فقط؟
تجويد، لا، قراءة وتدبر وعمل. فلو كان عندنا يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف الفقه، وهذا يحفظ شيء من القرآن وفقيه يعرف فقه الصلاة، من يقدم؟ هذا الذي يعرف فقه الصلاة. ولماذا تترك حفظ القرآن يا أخي أصلا؟ احفظ يا أخي، مفهوم؟ نعم. طيب، أقرام لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، يعني اجتمع هذا الأخ وهذا الأخ، فمن يتقدم؟ ننظر في القراءة سواء، فاعلمهم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اعلمهم بالسنة حفظ تدبر وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه أثر السنة العمل بها. طيب، ثم بعد هذا فأكبرهم سنا. كذلك الآن مثلا جئنا لبيت هذا وهو أقل القوم حفظ وعلم بالسنة، لا تقدم عليه أحد، وكذلك في سلطانه، كذلك الآن إمام المسجد عندنا هنا ما يتقدم عليه أحد، صحيح؟ نعم، ما يتقدم عليه أحد. طيب، الآن الصفوف، كيف تكون الصفوف؟ أنت تعرف الآن إشكالات في الصفوف، والبعض يتخاصم ويرفع الصوت وكذا. يا أخوان، يتقدم الإمام ويتأخر المأموم. إذا كان الإمام يصلي مع واحد يصلي بجانبه، لا يتأخر عنه شيء عن يمينه، وإذا كان مع الإمام أكثر من واحد يصلوا خلف الإمام، والأصل في الإمام أن يتوسط، تكون الصفوف قريبة من بعض، نكمل الصف الأول فالأول، نسد الفرج، يتقدم الرجال ويتأخر النساء، الصبيان الأصل أن يكونوا مع الرجال. إذا تقدم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الصغير إلى الصف الأول أحق بالمكان، إلا إذا كان ممن يلي الإمام، نؤخره؟ لا، نجعله عن يمين أو عن شمال. ليس هناك أولوية اليمين عن الشمال. نعم، يتوسط الإمام ثم تكون هذه الصفوف. طيب، دخل إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة، ماذا يصنع؟ يجر إنسان؟ لا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف، فماذا يصنع؟ في الغالب الصفوف اليوم فيها أماكن وفرج، إن لم يجد مكان، هذا يقول شيخ الإسلام تيمية، لم يجد مكان في الصف، حاول ولم يجد مكان وصلى خلف الصف منفردا، صلاته صحيحة، وإن وجد مكان فصلاته باطلة، صلى خلف الصف وهناك مكان في الصف وصلى منفردا فصلاته باطلة. ما الدليل؟ قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا في الصف، يعني يستطيع الدخول، وهذا لا يستطيع الدخول فصلاته صحيحة. طيب، كم دقيقة؟ ربع ساعة، الله أعلم، نتوقف، وبعد صلاة، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.